كان في تجمع مع كابتن حسام البدري وجهازه الفني وطبعا لاعبتنا اللي موجوده في المعسكر، لكن هنروح نشوف تقرير مع كابتن محمد بركات مدير الكوره او مدير منتخبنا الوطني، ونرجع نكمل حوارنا مع نجمنا الكابتن محمد صلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا على بركة الله بدأنا مرحلة جديدة لمنتخبنا الوطني، يمكن أول معسكر بعد كأس الأمم، أول معسكر بالنسبة للجهاز الفني الجديد بقيادة كابتن حسام البدري. الأجواء إن شاء الله كلها كويسة، الأجواء كلها تفاؤل. يمكن الكابتن حسام في كلامه مع اللعيبة امبارح وضح إن المعيار اللي هيكون موجود بإذن الله الفترة الجاية هو معيار العدالة ما بين اللعيبه كلها، وده اللي احنا اتكلمنا عليه كجهاز اول ما اجتمعنا حتى من حوالي اسبوعين، واتخذ قرار بان الجهاز الفني هو اللي هيقود المرحله اللي جايه. شرح الكلام ده للعيبه وقال ان اللعيب الكبير مطالب ان هو يساند اللعيب الصغير، اللعيب الكبير لازم يحافظ على مكانه، واللعيب الصغير اللي جاي المنتخب اول مره لازم يجتهد ولازم يتعب علشان المكان دوت ما يسيبوش ويفضل معاه على طول باذن الله. واحنا بنتكلم ان احنا كلنا كاسره، ده كلام على فكره كابتن حسام بدري يعني اللي اتقال امبارح، ان احنا كلنا اسره واحده ولازم نتعامل مع بعض من خلال الاسره الواحده. يمكن انا لما اتكلمت كلمتين بالظبط مش اكتر من كده في حته الانضباط، ان اللعيبه بس الانضباط والالتزام ده اللي ان شاء الله يبقى شعار المرحله اللي جايه باذن الله. طبعا برضو لازم نقول ان احنا حتى رغم ان محمد صلاح مش موجود معانا في المعسكر الودي، ولكن برضو يمكن بعد المباراه انا طمنت عليه وقال لي ان شاء الله انا هعرف بكره عشان هعمل اشاعه، وبعد كده اطمنت عليه برضو امبارح علشان اطمن على اشاعته وصلت لايه، قال لي ان شاء الله الموضوع بسيط لان كان في ناس هولت قوي من الموضوع وفي ناس قالت شهر وحاجات من دي، فقال لي كله تمام وكله زي الفل ان شاء الله، موضوع بسيط وكبير اسبوع وهنزل الملعب مفيش مشاكل. فاحنا مطمنين على لعيبتنا كلها، كل اللعيبه اللي موجوده دلوقتي وهتبدا التمرين كلهم سلام، وكل واحد عنده الحماس ان هو يبدا بدايه جديده. انتوا عارفين برضو ما يبقى في جهاز كل واحد بيحب ان هو يثبت نفسه، ده باين في عيون اللعيبه، ونتمنى ان دوت يبقى موجود عندهم على طول. كلنا هدفنا واحد، ان احنا في الاول وفي الاخر عايزين نفرح ونفرح الشعب المصري، احنا بتوع الكوره، احنا اللي بنحب الكوره، فيا رب دايما فرحانين باذن الله وتبدا مرحله جديده وان شاء الله بتبقى كلها نجاحات باذن الله.